بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في المحاضرة الأولى في مساق دراسات اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستكون مدخل إلى هذه القضية. في البداية، لماذا قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية مهمة، وما هي مكانتها، ولماذا نسلط الضوء عليها؟ يعود هذا إلى عدة أسباب مهمة، وهي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أطول قضية لجوء في التاريخ، فلم يرد على تاريخ البشرية منذ بدايتها وحتى اليوم أن مكثت قضية لجوء أكثر من 66 عاما كما حصل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن أكثر الأجيال اللاجئة ولدت خارج فلسطين، فخرج الشخص من بلده مهاجرا، خرج من فلسطين مهاجر، ولد ابنه وولد حفيده وولد حفيد ابنه، كلهم ولدوا خارج فلسطين. أيضا هم الوحيدون الذين صدرت بحقهم قرارات دولية تؤيد حقهم في أو وتثبت حقهم في العودة إلى بلادهم، لكنها لم تتحقق. السبب الرابع أن اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئون الوحيدون الذين لم تقدم لهم الحماية الدولية، والحماية هي أهم ما يقدم للاجئ. أيضا هم الوحيدون الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، بالرغم كما ذكرنا من عشرات القرارات الدولية التي صدرت بحقهم تثبت حقهم في العودة إلى فلسطين. تعريف اللجوء لغة هو البحث عن مكان آمن، وقانون اجتياز حدود الوطن طلبا للأمن. اتفاقية الأمم المتحدة صادرة عام 1951 نصت على تعريف عام للفظ لاجئ، فقالت أن لفظ لاجئ ينطبق على أي شخص وجد نتيجة لأحداث معينة وقعت في بلاده قبل كانون الثاني يناير عام 1951، أدت إلى خوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي. فوجد نتيجة لهذه الأحداث كلها، وجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد أيضاً أن يعود إلى بلده لأنها غير آمنة ولا يوجد فيها حماية، أو أي شخص أيضا لا جنسية له وهو خارج بلد التي يعتاد على الإقامة فيها ولا يريد أو لا يستطيع نتيجة لهذه الأحداث التي سببت اضطهاد في هذه الدولة أن يعود إليها. هذا التعريف الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. هناك ملاحظات على هذا التعريف. الملاحظة الأولى أن هذه الاتفاقية رغم صفتها الدولية كما نقول بالعامية، فصلت تفصيل لتناسب مقاس اللاجئين الأوروبيين الذين تركوا ديارهم بعد الحرب العالمية الثانية، بالشروط التي وضعتها هذا التعريف. أراد أن يمكن جميع اللاجئين الأوروبيين من أن يتمتعوا أو أن تشملهم هذه الاتفاقية عفوا. أيضا نصت على تحديد زمن تاريخ اللجوء، يعني أي لاجئ بعد يناير عام 1951 لم تشمله الاتفاقية، لذلك هذه الاتفاقية لم تشمل كل المهجرين واللاجئين، خاصة حالات اللجوء في العالم الثالث وبعض دول أوروبا الشرقية. هذه الاتفاقية أيضا تعاملت مع الأفراد ولم تتعامل مع الجماعات. خبراء القانون في الأمم المتحدة شعروا بعجز هذه الاتفاقية عن تحقيق مرادها بسبب التحديد الزمني، لذلك قاموا في عام 1967 قامت الأمم المتحدة بوضع بروتوكول خاص باللاجئين. أصبح لفظ اللاجئ ينطبق على كل من تتوفر فيه جميع الشروط واستثنوا شرط الفترة الزمنية، لكن التعريف بقي كما هو عليه. هذه الاتفاقية كيف تعاملت مع اللاجئين الفلسطينيين، وهل استثنتهم أم لا؟ من الناحية الزمنية، نعم استثنت اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين بعد يناير عام 1951، يعني المقصود فيها اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا عام 1967. من ناحية الشمول أيضا، نصت الاتفاقية بشكل واضح ودون أن يحددوا الاسم أنهم استثنوا اللاجئين الفلسطينيين. لماذا؟ لأنه ذكر في النص أنه لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة. يعني إذا في شخص عندهم وكالة بتقدم لهم حماية أو بتقدم لهم مساعدة غير، وهذه الوكالة عفوا تابعة للأمم المتحدة
ولم تكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فهم لا تنطبق عليهم هذه الاتفاقية. اللاجئين الفلسطينيين أنشئت وكالة تسمى وكالة الغوث عفوا عام 1949 تقدم لهم الخدمات والمساعدات. هذه الوكالة تابعة للأمم المتحدة وهي ليست مفوضية الأمم المتحدة، لذلك استثنت اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقية. أوروبا، المجتمع الأوروبي أراد أن يبرئ نفسه من أنه استثنى اللاجئين الفلسطينيين، وحتى لا يفهم الموقف الأوروبي أنه يتخلى إنسانيا عن قضيتهم، حاول أن يشملهم بطريقة ملتفة بتعبر عن موقفهم السياسي، فأدرجوا فقرة في نفس المادة التي استثنوا فيها اللاجئين الفلسطينيين، قالوا أنه هذه الحماية أو المساعدة توقفت لأي سبب من الأسباب، وهذه مشكلة هؤلاء الأشخاص ما كانت انحلت، لم تكن قد حلت، أو لم يكن مصيرهم قد سوي نهائيا حسب القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة. هؤلاء الأشخاص يصبحوا مؤهلين للتمتع بهذه الاتفاقية وتنطبق عليهم. الأونروا كيف عرفت اللاجئ الفلسطيني؟ عرفت اللاجئ الفلسطيني الأونروا تعريف إجرائي وليس سياسي أو حقوقي. ساقت هذا التعريف حسب المعيار أو المقياس الذي تقدم فيه مساعدتها. فقالت الأونروا أن اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران يونيو عام 1946 حتى 15 أيار مايو 1948، والذي فقد بيته ومورد رزقه معا نتيجة حرب عام 1948 ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها. يعني الأونروا بتقول أنه أي شخص سكن في فلسطين خلال فترة 1 حزيران 1946 ل 15 أيار عام 1948، هذا الشخص فقد بيته ومورد رزقه بعد حرب عام 1948، لجأ إلى إحدى الدول، خرج لاجئ، ولكن اشترطت أنه خرج لاجئ إلى دول هي تقدم مساعداتها فيها. يعني خرج لاجئ إما إلى سوريا أو إلى لبنان أو إلى الأردن أو إلى قطاع غزة، مثلا من أي منطقة من مناطق فلسطين لجأ إلى قطاع غزة، أو من أي منطقة من مناطق فلسطين لجأ إلى الضفة الغربية، هذه هي مناطق عمل الأونروا، إذا لجأ إلها فهو لاجئ فلسطيني حسب تعريفها له. ما هي الاستثناءات التي حصلت من خلال هذا التعريف؟ استثنت الأونروا اللاجئين الذين لا يعيشون داخل نطاق عملياتها، يعني لاجئ فلسطيني في العراق لا يعتبر لاجئ بالنسبة للأونروا، في مصر لا يعتبر لاجئ، في الأراضي المحتلة في فلسطين عام 1948 كانت مسؤولية وكالة الغوث أو الأونروا كانت مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين هناك، لكنهم استثنوها لأن الكيان الصهيوني أعلن عن نيته أن يعالج وضع هؤلاء اللاجئين، فتنازلت الأونروا عن تقديم المساعدات لهم. ولكن أيضا الكيان الصهيوني لم يعالج مشكلتهم، فأصبحوا يعني أصبح لا استفادوا من لا ما استفادوا من الكلام اللي قالته إسرائيل، ولم يستفيدوا أيضا أو تخلت عنهم الأونروا. أيضا استثنت الأونروا أي لاجئ غير محتاج، يعني لاجئ لم يعيش، يعني خرج شخص مثلا في الأردن، لاجئ فلسطيني في الأردن، لكنه لم يسكن في أي من المخيمات الفلسطينية، كان وضعه المادي جيد نوعا ما، لم تعتبره لاجئ، مع أنه أصلا لاجئ وهو داخل نطاق في المناطق داخل نطاق عملها، لكنه مش مقيم في مخيم ووضعه المادي ميسر، لم تعتبره لاجئ. أيضا استثنت الأونروا اللاجئ اللي هجروا داخل الوطن، يعني هاجروا من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية أو من المدينة إلى قراها، مثلا من القدس، بقول لك مثلا من القدس المدينة إلى قرى القدس، أو من الذين طردتهم إسرائيل في بعد حرب عام 1967، هؤلاء اللاجئين أيضا لم تشملهم. أيضا لم تشمل الذين كانوا خارج الوطن قبل التاريخ الذي حددته اللي هو عام 1946، هؤلاء لم تشملهم. لم تشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا بعد عام 1952، اللي هم لجأوا بعد حرب عام 1948، أعطت فترة من 1948 ل 1952، اللي لجأوا هؤلاء في هذه الفترة هم لاجئين،
لجأ بال53 54 لم تعتبرهم لاجئين، وأيضا من لجأ بعد حرب 1967 لم تعتبره لاجئ فلسطيني. أيضا من اضطر للجوء داخل وخارج فلسطين قبل عام 1946، يعني لو في شخص بسبب الإجراءات التي كانت تقوم بها السلطات الانتداب البريطاني اضطر للجوء سواء داخل أو خارج فلسطين إلى أي دولة، أو غادروا للعمل في أي منطقة، في مثلا العمل في مشاريع البناء للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية في مناطق أخرى خارج فلسطين، داخل أو خارج فلسطين عفوا، هؤلاء أيضا استثنتهم الأونروا من تعريفها للاجئ الفلسطيني. شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية قالت أنه أي شخص كان مواطن فلسطيني في الفترة من 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، كان هذا الشخص مواطن فلسطيني وكان مكان إقامته الطبيعية في فلسطين في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة الكيان الصهيوني في الفترة 15/5/1948 20/7/1949، ثم اضطر هذا أو أجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليها من جراء ممارسات سلطات الاحتلال، والذي كان خارج مكان إقامته أو شخص كان في نفس هذا التاريخ 29/11/1947 كان خارج مكان إقامته لكنه لم يستطع العودة إليه بسبب الحرب والإجراءات الصهيونية، وفقد مصدر رزقه حتى 20/7/1948 لنفس السبب، سواء كان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف، سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أم لا، يعني حتى لو مات زوجته وأبنائه ورثوا كلمة لاجئ وورثوا حقوقهم كلاجئين. لم يعني موته أو موت هذا الشخص أو موت زوجته أو موت أبنائه لم يسقط حقه في أو لم يسقط هذا التعريف عنه، لم يسقط كونه لاجئ. ملاحظات على هذه التعريف: هذا التعريف لم يشير أي إشارة إلى حق الأشخاص الذين خرجوا من مناطقهم أو من منطقة سكنهم، لم يشير إلى حقهم في العودة وحقهم في التقرير المصير وحقهم في العودة في التعويض. أيضا لم يتطرق للاجئين بعد تموز عام 1949، يعني اللي لجأ بعد هذه الفترة بعد إجراءات بعد أو بعد التعسف الذي قامت به سلطات الاحتلال لم يعتبره لاجئ. أيضا أهمل التعريف الذين شردهم الانتداب البريطاني، طب اللي قبل الاحتلال الصهيوني خلال الانتداب البريطاني أيضا لم يتكلم عنه. أيضا قام باستثناء لاجئي عام 1967 تحت مسمى النازحين، تكلم عن اللاجئين الذين لجأوا من مناطق سكنهم عام 1967، تكلموا عنهم يعني عرفوهم باسم النازحين، لكن في جزء كبير منهم لاجئين وهذا سنتعرف عليه بعد قليل الفرق بين اللاجئ والنازح، فهم استثنوا اللاجئين منهم لأنه أطلقوا عليهم لكلمة نازحين. التعريف الشامل للاجئ الفلسطيني هو كل فلسطيني حال ويحول الاحتلال الصهيوني دون تمتع بحق الإقامة الدائمة في بلدته الأصلية من فلسطين وبكامل حقوق المواطنة فيها بغض النظر عن تاريخ بدء حرمانه من هذا الحق أو طريقة حرمانه. يعني أي شخص فلسطيني منعه الاحتلال وما زال يمنعه من أنه يعيش في المنطقة الأصلية اللي كان، يعني هذا الشخص مثلا من قرية، من أي قرية، من قرى أي مدينة من مدن فلسطين، منعوا الاحتلال أنه يرجع يعيش في هذه البلدة الأصلية اللي هو أصلا كان عايش فيها، ولم يتمتع بحقوق المواطنة فيها،
في أي تاريخ كان، متى مكان، متى أو متى بدأ هذا؟ بدأ في 48، بدأ في 36، بدأ في 50، بدأ في 80، بدأ في 90، بدأ في 2014، أو طريقة حرمانه، هدم، يعني هدموه وطردوه، أو طردوه من غير ما يهدموه، في أي طريقة كانت، أو أي تاريخ بدأ حرمانه، هذا يعتبر هو، أو هذا هو التعريف الشامل للاجئ الفلسطيني. من هو النازح؟ لغويا النزوح تغيير المكان لأي هدف، أي شيء حصل اضطر إنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر. قانونيا النازحون هم أشخاص لم يجتازوا حدودا دولية لكنهم فروا من ديارهم لسبب من الأسباب، أي شخص لم يغادر بلده من دولته لكن طلع من بيته وخرج من بيته لبيت آخر ممكن، أو لقرية من قرى هذه المدينة اللي هو عايش فيها، أو من مدينة أخرى، من مدينته لمدينة أخرى لأي سبب من الأسباب، هو نازح. مثل الفلسطينيين الذين نزحوا مثلا من القدس إلى الرملة، من الرملة إلى الخليل، وهكذا بقيوا في فلسطين لكنهم غيروا مكان إقامتهم. الفرق بين اللجوء والنزوح أن اللجوء يكون لعبور عبر حدود دولته، اجتاز حدود دولته، خرج من دولته إلى دولة أخرى، هذا هو اللاجئ. أما النزوح يكون داخل الدولة الواحدة، يعني بقي داخل فلسطين فقط، انتقل من مدينة إلى مدينة، من مدينة إلى مدينة أخرى، من مدينة إلى قرية، من قرية إلى قرية، من قرية إلى مدينة، وهكذا. لكن يتفق النزوح مع اللجوء في أن هذه الهجرة أو هذا الانتقال كان إجباري ولم يكن اختياري، فالشخص أساسا لا يريد أن يهاجر، لا يريد أن يترك بيته، لا يريد أن يترك منطقته، لكنه أجبر على ذلك. هذه هي نقطة الاتفاق بين النزوح واللجوء.